هذه الشيلة إهداء من بنات أم سفر لأم سفر. يا هلا يا مرحبا ترحيب هل قلت انت ساقي في فنجالها عندي قوم ما يمدون القليل رابط انت بخرب طيب افعالها ام سفر يا عسى عمرك مديد يا كريمة طيب الله فال الله يا لصيلة دايما طبع قصير شيخة ربي رفع منزالها بنت شيخة لهم فعل وحصيل من مطالخ العرب وطالها بنت حمد وظهور عربع الطويل المراجل كسبي نبزالها يا أم سفر الكرم عندك دليل يا كريم جمل الرحالها يوم رحبتي وهذا الليل ليل فرحة وسعادة تبرى لها في عرس فرعشيق المستحيل والنساء تفخر بطيب عيالها باركوا له يا عسى عمره طويل ويا عسى الفرحة بطول أعمارها والعروس تزين الحفل الجميل بارك النور في إقبالها الحفل طيب ولا مثله مثيل أطيب الأفراحها الإهلالها يا هلا يا مرحبا ترحيب هيل قلت انت نساقي في فنجالها عندي قوم ما يمدون القليل رابط انت بخرب طيب افعالها ام عقاب يا عسى عمرك مديد يا كريمة طيب الله فالها يا لصيلة دايما طبع قصير شيخة ربي رفع منزالها بنت شيخة لهم فعل وحصيل من مطالخ العرب وطالها هي بنت خلف راع البع الطويل المراجل كسبي نبزالها يا ام عقاب الكرم عندك دليل يا كريم جمل الرحالها يوم رحبتي وهذا الليل ليل فرحة وسعادة تبرى لها في عرس عامر عشيق المستحيل والنساء تفخر بطيب عيالها باركوا له يا عسى عمره طويل ويا عسى الفرحة بطول أعمارها والعروس تزين الحفل الجميل باركوا النجلة في إقبالها الحفل طيب ولا مثله مثيل أطيب الأفراحها الإهلالها وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصريا استديو